وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب من إسطنبول الكاتب والصحفي الفلسطيني عز الدين إبراهيم. أهلا ومرحبا بك أستاذ عز الدين. أهلا. فعالية اليوم خلفت مئات الإصابات بعد انتهاء اليوم، هل ترى أنها حققت أهدافها أم لا؟ يعني من اليوم الأول الذي انطلقت فيه مسيرة العودة في 30 من آذار مارس الماضي، وهي تحقق الأهداف المرسومة لها، وفي مقدمة هذه الأهداف ولفت الانتباه والانتباه الرأي العام الدولي والعربي والعالمي إلى ما يجري في غزة من انتهاكات لحقوق الإنسان، وفي مقدمة ذلك الحصار المستمر على هذا القطاع منذ 13 عاما. لا شك أن اليوم هو يعني أسبوع جديد دخلت إليه هذه المسيرات بأداء نضالي متميز، بمواجهات حقيقة فرضت معادلة جديدة على الاحتلال الإسرائيلي، ويمكن أن نلمس ذلك من خلال ما تنشره الصحافة العبرية يوميا عن يعني صعوبة الوضع الذي يواجه حكومة الاحتلال في التعامل مع مثل هكذا مسيرات. ولا شك يعني أن المتابعة للصحافة الدولية أيضا الصحافة الغربية يلحظ اهتماما متصاعدا بهذه المسيرات، لا سيما في ظل استمرار القمع الإسرائيلي الذي خلف اليوم كما ذكرتم مئات الإصابات بين الشبان العزل الذين خرجوا بمظاهرات وبأشكال احتجاج سلمية بعيدة عن كل البعد عن أي مظاهر مسلحة. طيب، الانقسام بين الفصائل وانعقاد المجلس الوطني من دون تلك الفصائل، هل كان له أي تأثير على المتظاهرين برأيك؟ لا يمكن أن نتكلم عن انقسام في ظل ما تجسد مسيرات العودة من وحدة وطنية فلسطينية جامعة حول يعني ما يجري في القطاع من المظاهرات. الانقسام الذي يمكن أن نتحدث عنه هو ما تمارسه حركة فتح تحديدا من تفرد في القطاع الفلسطيني، الكل الفلسطيني في غزة، الفصائل الفلسطينية كلها، حماس وفتح والجهاد وحتى المستقلين، دعموا وأيدوا بل وشاركوا في هذه المسيرات منذ يومها الأول. فبالتالي هنالك توحد على هذه المسيرات، ومن يريد أن يعني يبتعد عن الانقسام أو ينهي الانقسام فهذه الميادين موجودة، فليتفضل إليها وليشارك فيها كباقي الكل الفلسطيني. طيب، بالحديث عن مخرجاته وأعلن أن التزامات اتفاقية أوسلو لم تعد قائمة، يعني كيف تقرؤون ما خرج به المجلس الوطني؟ يعني هم خرجوا يعني في المثل العربي يقولون عاد بخفي حنين، هم خرجوا بخفي حنين، هم لم يقدموا ولم يؤخروا. هذه اللجنة أو هذه المنظمة بشكل عام، منظمة التحرير الآن، هي منظمة عاجزة لا تستطيع أن تقدم أو تؤخر في القضية الفلسطينية شيء، هي هيئة فلسطينية منزوعة الصلاحيات، مسيطر عليها من طرف فلسطيني واحد للأسف، بل من شخصية فلسطينية واحدة للأسف. القرارات التي صدرت اليوم هي نفس القرارات التي صدرت قبل أشهر في من هيئات فلسطينية أخرى، واجتمعت تنفيذية أكثر من مرة وقررت تعليق الاعتراف في إسرائيل وأخذ التنسيق الأمني، لكن دون أن ينفذ شيء من هذا على الأرض. فبالتالي نحن نتعامل مع حالة تفرد وحالة تسلط فلسطينية للأسف يمارسها السيد محمود عباس على القرار الفلسطيني. طيب، هذا القرار هل له أي تداعيات على المستوى الفلسطيني والدولي؟ التداعي الوحيد هو تداعي سلبي للأسف، هو مزيد من يعني مزيد من التفرد في القرار الفلسطيني، وبالتالي انعكاس سلبي على مسار القضية الفلسطينية ومستقبلها، لا سيما في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية. القضية الفلسطينية الآن بحاجة إلى يعني قرارات وإلى وحدة تحقق أو على الأقل توحد الجبهة الداخلية الفلسطينية في مواجهة ما يحاك ضد القضية الفلسطينية المخططات وفي مقدمتها ما ترتب له الإدارة الأمريكية. لكن للأسف على الطرف الآخر القيادة الفلسطينية ممثلة بالسيد محمود عباس والسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير للأسف تتجاهل كل هذه الأخطار وتصر على أن تمارس يعني تفردها وسطوتها على القرار الفلسطيني. طيب، حركة حماس هي الأخرى خرجت برفض لمخرجات المجلس الوطني، يعني كيف تنظر الحركة والفصائل المتحالفة معها للقضية، خصوصا أننا على أعتاب نقل السفارة الأمريكية إلى القدس واحتمال إعلان دونالد ترامب عن صفقة القرن؟ يعني دعني سيد الكريم أؤكد مرة أخرى على أن ما يعني المشهد الحالي لا نستطيع أن نقول أن هنالك انقساما
فلسطينيا حيال اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني. هنالك اطراف فلسطينيه فاعله، او نقول غالبيه الصف الفلسطيني ممثلا بحماس والشعبيه والجهاد الاسلامي وعشرات الشخصيات الوطنيه من المجلس الوطني الفلسطيني نفسه، بل وحتى شخصيات من حركه فتح، هذه كلها قاطعت هذا المجلس، وهذه كلها دعت الى تاجيل الجلسه واعتبرت عقده خروجا على الاجماع الفلسطيني. في المقابل هنالك طرف وحيد يحاول ان يعني يصور وكأن هنالك قرار فلسطيني بهذا الاتجاه، اي عقد المجلس الوطني ويعني فرض اجنده جديده في الساحه الفلسطينيه. فلذلك نقول ان هنالك اجماع فلسطيني على قضايا محدده يقابل تفرد للاسف من قياده السلطه الفلسطينيه الممثله بالسيد محمود عباس، وهذا كله ينعكس سلبا للاسف على ما تمر به القضيه الفلسطينيه الان، ولا سيما كما ذكرت فيما يتعلق بما يسمى صفقه القرار، التي للاسف لا تستطيع السلطه الفلسطينيه لوحدها، ولا تستطيع حماس والفصائل الفلسطينيه لوحدهم ان يواجهوها. المطلوب وحده فلسطينيه حقيقيه، ان يعود السيد محمود عباس الى القرار الفلسطيني الموحد، ان يعمل على تحقيق الوحده الفلسطينيه، وبالتالي جمع الفصائل وجمع الكل الفلسطيني لتحقيق هذه الوحده، لنكون قادرين على مواجهة صفقة القرن وغيرها من الترتيبات التي يعني تخطط لها الإدارة الأمريكية. طيب أنت قلت أن الفصائل الفلسطينية إن كان فتح أو حماس وما يتحالف معهما لن يستطيع مواجهة صفقة القرن لوحده، ونحن علينا أن نوحد الفصائل، أو على عباس أن يوجد وحدة فلسطينية كي يواجه هذه الصفقة. في حال لو أصبحت صفقة القرن أمرا مقضيا، ما هي التدابير المتاحة أمام الفصائل الفلسطينية؟ سيد الكريم، صفقة القرن قائمة وإجراءاتها بدأت على الأرض. نحن نضحك على أنفسنا إذا قلنا أن صفقة القرن أو الترتيبات الأمريكية يعني تحتاج لوقت لتنفذ. هي تنفذ حاليا، القرار الأمريكي بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة، الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة الكيان الإسرائيلي، الإجراءات الإسرائيلية الأحادية، التهويد على الأرض، الدعم الأمريكي اللامتناهي لهذا الكيان، هذه كلها إجراءات عملية بشكل غير مباشر تصب في مصلحة فرض التسوية أو فرض الحلول أو فرض الترتيبات الأمريكية فيما يتعلق بصفقة القرن. المطلوب الآن ليس يعني وقف هذه الصفقة، لأن هي ماضية أصلا كما قلت. المطلوب أن تكون هنالك جبهة فلسطينية موحدة مسنودة عربيا وإسلاميا لوضع حد لهذه الإدارة الأمريكية المتغطرسة وللرد على الإجراءات الإسرائيلية. نعم، كان معنا عبر سكايب من اسطنبول الكاتب والصحفي الفلسطيني عز الدين إبراهيم، شكرا جزيلا لك.